ما تحتاج حتى شي واحد مازال انه يوريك الطريق باش انك تطلق ديك الحمله الاعلانيه، ولا تسيطابي البيزنس ماناجر ديالك، ولا تطلب شي خدمه ولا شي حاجه. يعني راسك غتمشي غدير هذا الشيء وغتخدم بخير. هذه راه مهمه بالنسبه للدراري، حتى الدراري كيقول لك اودي راه لاكارت كتروفيزا ما كتبغيش، دير هذا الشيء اللي قلت لك. لاحظتوا شنو قلت لكم؟ انا راه في هذا الاد اكونت راه ديجا كان عندي، كان كاين واحد البيكسل في هذا البيزنس ماناجر، ولكن داك البيكسل ما عطيتوش الحق الوصول للاد اكونت اللي انا صوب. شنو عطيت؟ عطيت لهنايا وغندير مثلا بيرتشيس. ها هي السلام عليكم الشباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غيكون بخصوص فيسبوك اس، لان معظم الشباب اللي كيتواصلوا معنا في انستغرام هما كمبتدئين كيبغيو يعرفوا دوك لي مو تكنيك ديال فيسبوك اس. اول حاجه غنديروا فيديو، في هذا الفيديو غادي نديروا داكشي تيوريك او براتيك. داكو بالنسبه لفيسبوك اس كاين اول حاجه بروفيل فيسبوك، من حداها كاين ادز مانجر. يعني في الادز مانجر كاين بيرسونيل اد اكونت، او في البيرسونيل اد اكونت هو اللي كيكون عندك في الكرياسيون الاولى ديال الفيسبوك ديالك. داكو يعني الاد اكونت بيرسونيل، دائما انايا منذ البدايه ديالي في هاد لاشين كنقول البيرسونيل اد اكونت كتخليه بوحدو ما كتخدمش به، يعني كتكريي لي بيزنس مانجر، وفي كل بيزنس مانجر كتسيطابي واحد الاد اكونت. يعني ملي كيكون عندك البيزنس مانجر باقي جديد ليميت عندك يكون اد اكونت واحد، يعني ما حد كتسباندي وكتكسب الثقه ديال الفيسبوك عاد كيزيدوك بزاف ديال لي زاد اكونت، يعني كيطلعوا لك ليميت في لي زاد اكونت. داكو دونك كيف ما قلنا انفو كطيح كطيح في بيرسونيل اد اكونت، كاين كنكريو بيزنس مانجر، من وصل بيزنس مانجر غادي نكريو لي زاد اكونت، وغادي نكريو لي بيكسل، وغادي نكريو باج فيسبوك، وغادي نفيريفيو الدومين، غنديرو هادشي هذا كامل براتيك. يعني انت يا خويا كمبتدئ ملي غتشوف هاد لا فيديو يعني بخصوص فيسبوك ادز غتهنى من هاد المطرقه كيف ما كنقولوا، يعني هاد المسمار غادي تطرقوا ملي غتشوف هاد لا فيديو، لانني غنوريك دو ا زد الكرياسيون ماشي جديده، ولكن ديجا تشرحت بزاف ديال الطرق يعني باش كيري بيزنس مانجر عن طريق الانستغرام ونوصل الصفحه. اليوم غنوريك غير كيفاش ممكن ان نسيرشي في جوجل على يعني هاو تو كرييت بيزنس مانجر، ومن تما غادي نسيطابي هادشي هذا كامل. حاجه واحده اللي غادي نطلب منك هو تشاهد معايا لا فيديو باش تهنى من هاد المسمار هذا. داكو دونك غادي ندوز دابا للبيسي باش نشرح لك هادشي هذا كامل وكيفاش ممكن اننا نقادو. كما كتشوفوا هذا بروفيل فيسبوك، عندنا جوج اختيارات، سواء كتكري فيسبوك دو ا زد، او لا كيكون عندك شي واحد قديم، كيكون عندك واحد قديم، او لا كتشري. يعني الا شريتي غتقدر تشريه غير بالبيرسونيل اد اكونت. داكو يعني ما غيكون فيه لا بيزنس مانجر لا حتى شي حاجه. دونك هنايا لاحظوا معايا، اول حاجه كتشيل هذا الجنب هنايا كتلقى ادس مانجر او لا جيسيونير دو بيبليسيتي. اوكي ان فوا كنطيحو شنو كنطيحو هنا؟ كنطيحو في الاد اكونت بيرسونيل. اد اكونت بيرسونيل كيكون عندك خاوي دائما، وكنقولها الاد اكونت بيرسونيل ما تطلق فيه دي زادس ما والو، خليه ديما بعيد. داكو علاش؟ لان ملي كيكونو بيرسونيل اكونت ديالك ما فيش اعلانات وما كتخدمش به راه ما غيتسدش لك، الا تسد لك مشى لك كلشي. اما الا تسد لك البيزنس مانجر راه ممكن انك تكري دي بيزنس مانجر واحد اخرين. داكو هذا اد اكونت بيرسون. دابا غنمشيو نديرو الكرياسيون ديالنا ديال البيزنس مانجر. انا نهز هاد ليا هذا غنخليه لكم، اولا كتكتبوا في جوجل عادي يعني كرييت بيزنس مانجر كيطلع لكم. داكو انا غندير هنا كرييت، هنا كنحطوا الايميل. داكو الايميل انا كرييت واحد الايميل جديد سميتو هذا. داكو ها هو غنحطو هنايا، وهنا نديرو سميه ديال مثلا، فهمتي؟ انا نشوف غندير سابميت نشوف شنو غادي يعطيني. اشوف هنا قالوا لي بلي راه في هذا البيزنس مانجر راك وصلتي لليميت ديال لي بيزنس مانجر، يعني ما يمكنش تكريي، ولكن راه انت ملي غتشوف لا فيديو سير كريي بهذه الطريقه راه غادي تدوز لك من موراها كيعطيك باش تكونفيرمي الايميل. داكو لنعتبر راسنا اننا دابا كرينا بيزنس مانجر بهذه الطريقه هذه، سميناه مثلا اف ار ماروك ليت. سي بون غندير سابميت غادي دوز. دونك ملي غادي دوز غنلقى بلي راه هنايا تكريا ليا البيزنس مانجر ديالي، هو هذا ياك، هو هذا. انا دابا كرييت بيزنس مانجر صافي،
دابا خصني نمشي نكري اد اكونت فيه، داكو غنتسنى هنايا، غنجي لهنا وغادي نجي لهنا. دونك دابا مثلا انايا في هذا البيزنس مانجر انفو غتكري، غيعطيوك باللي ممكن انك تكري اد اكونت واحد، يعني ما عندكش الحق انك تكري بزاف. داكو دونك ملي غادي تمشي اسيدي هنايا، داكو غنجي لهاد الاد اكونت هاد البيزنس مانجر، غنجي للسيتينغز ديالو، غنجي لهنايا غنجي للسيتينغز، غنجي هنا الاد اكونت، غندير كرييت اد اكونت، غادي نسميه كونتاكت خالد. سي بون، هنا افريكا كلشي مزيان، غندير ليه طق، غنقول ليه يس هذا راه ماي بيزنس، غنتسنى. داكور، دونك ملي غادي نتسنى غنمشي معاكم ايتاب باغ ايتاب، غنعطيو لاكسي للفيسبوك بيرسونيل اكونت، كنعطيو لاكسي بلي راه هاد الاد اكونت اللي صوبت راه تابع لهاد الفيسبوك. سي بون، هنا البيمنت، هنا البيمنت ما نمشيوش ليها دابا بلاتي، غنخرجو. داكو شنو غنمشي ندير انايا، غنجي لهذا اللي درت، وغنمشي لبيزنس انفوز، وغنجي لهنا وغادي ناجوتي الايميل، لاحظتوا ان اجوتي هذا الايميل هذا، وغنجي لهنا وندير ليه الطق، وغادي نعاود باش انايا يتكونفيرم ليا انا الاد اكونت ديالي راه صيفطوا ليا ايميل. غنجي لهنا غادي ندير ريفريش، غنجي لهنا ها هو انا كونفيرميت الايميل ديالي. دابا شنو غادي نمشيو غنكريو البيكسل، البيكسل لاحظوا هنا ما بقاوش عندك، ما عندناش، ما بقاش الفيسبوك ملي دار الابديت ما عندكش حاجه. فين كتجي؟ كتجي للداتا سيت، وجاي لهنايا وكنكريو وكنسميه كونتاكت خالد بيكسل 1، كندير ليه كري، غنكري جوج. داكو غنكري جوج ديال لي زاد هكا ديال لي بيكسل، غنجي لهنايا وغادي نسميه بيكسل 2 كونتاكت. سي بون، غنجي لهنايا غنتسنى وغادي نجي لهنا. لاحظوا معايا دابا هاد لي بيكسل هاد الجوج هادو، غنجي لهنا اد اسيت، غنعطي لاسيت فين لهذا، غيولي عنده اي تشيكيهم ليا بجوج، باش ملي نبغي نطلق الحملة اعلانية يبدا يعطيني لاكسي لهاد الاد اكونت هذا. هاد الاد اكونت هو اللي نبدا نطلق به لي زاتس، وهادوك لي بيكسل هما اللي تابعين لهاد الاد اكونت هذا. ياك دابا واضحين معايا، ياك متبعين مزيان. سي بون، دابا لي بيكسل انا كرييتهم. داكور، شنو غادي ندير؟ غنجي لهنايا وغنمشي للستور ديالي، وغنجي للسيتينغز، وغنمشي للاونلاين، وغادي ناجوتي هاد لي بيكسل هاد، غندير ليه اد، وغنجي لهنا وغادي. سي بون، دابا الامور مضبوطة كما يقال. دابا شنو خصني ندير؟ غنمشي للبيلينغ باش نسيطابي البيمنت ديالي. داكو، بالنسبه للبيمنت انا نقول لك واحد القضيه، هنا فين بغيتك انا تاجوتي البيمنت ديالك، يعني البيمنت ديالك غادي تاجوتيها هنايا، هنا غتاجوتيها. علاش هنا؟ دونك هنا ملي كتزيد تتمشي، خليني نتفقوا على واحد، كتمشي للبيمنت ميثود، كتزيد هذه هنايا، كتشوف هادي واش كلشي مزيان، كدير لها الطق، كتزيد البيمنت ديالك، كتزيد لي زانفو ديال لاكارت ديالك. ياك ملي كتزيد لي زانفو ديال لاكارت ديالك، سي بون راه تسيفات، كتجي لهنايا وكتسيليكسيوني الاد اكونت اللي هو هذا، وكتبغي تزيد البيمنت ديالك. اسمعني، كتزيد البيمنت، كدير جيت ستارتد، وملي كدير جيت ستارتد شنو كيعطيوك؟ انا كندير سيف، كندير نيكست، وكندوز. ملي كندوز شنو كيعطيك الفيسبوك؟ هنا راه ما عاطينيش لانني ما اجوتيتهاش، ولكن انت ملي غادي تاجوتيها كيعطيك ثلاثه د الاختيارات، كيقولك واش ديبيت اور كريديت كارد او لا باي بال او لا البيمنت ميثود اللي اجوتيتي في البيزنس مانجر. دونك هذه راه مهمه بالنسبه للدراري، حتى الدراري كيقول لك اودي راه لا كارت كتريفيزا ما كتبغيش، دير هذا الشيء اللي قلت لك، وغتسيليكسيوني السيليكسيون الاخر، وغدير سي دي نيكس، وغادي تاجوتي لك البيمنت، وها انت بخير وعلى خير. دابا نديرو الفيريفيكاسيون ديال الدومين. سي بون، غنجي لهنايا وغندير براند صافي، وغادي ناجوتي هذا، غادي نجي هذا، غندير ليه الطق،
وندير طق ونجي لهنايا وغادي ندير اد كرييت نيو دومين، نجي لهنا نحطو وندير اد سي بون. نجي لهنايا اللي خدام بيو كان ولا سوا بيو كان سوا دروبيفاي ولا سميتو كتهز تي اكس تي هذا كتكوبيه. كنجي لهنايا كنجي للدومين ديالي كندير ليه طق، كندير هنا كندير تي اكس تي، كندير هنايا اروباس، كندير الكونتنت باس، كندير اد ريكورد. واضح الامور. ملي كندير هاد المسائل هادو كنجي لهنايا كندير فيريفي دومين، وان شاء الله كيتفيريفي ليا الدومين. سي بون الدومين از فيريفاي، الامور مضبوطه داكو. يعني دابا كلشي مزيان، يعني فيريفينا فيريفينا المسائل ديالنا، الدومين البيكسل كلشي مزيان، يعني ستور حطيناه فيه كلشي مزيان. الا لاحظتوا هانتوما معايا، غندخل هنا مثلا لهاد لو برودوي هذا، غندير ديك الطق ونشوف البيكسل هو هذا فين هو، غنشوف شنو سميتو. ها هما لي بيكسل، شي راهما خدامين، يعني شي طراكيو ليا اي حاجه. ندوزو واحد تيست، نديرو تيست تيست، نديرو تيست باش هذيك باش تفعل لي حتى البيرتشيز. كرييت وندير سيدي سيلز، وندير كونتيني، ناخد مانيال هادي، وغنجي للاتسيت وغندير ويب سايت وغنسيليكسيوني فين هو لاحظتوا شنو قلت لكم؟ انا راه في هذا الاد اكونت راه ديجا كان عندي كاين واحد البيكسل في هذا البيزنس مانجر، ولكن داك البيكسل ما عطيتوش الحق الوصول للاد اكونت اللي انا صوبت. شنو عطيت؟ عطيت هاد جوج ديال لي بيكسل تشيكيتهم مع بعضياتهم باش انا ملي غادي نبغي نطلق حمله اعلانيه فيسبوك يختار عليا داك جوج ديال لي بيكسل اللي درت لهم اد اسيت مع بعضياتهم. داكو درت لهم مع بعضياتهم. دابا انا عندي الخشيه نختار واحد من هادو وغنجي لهنايا وغندير مثلا بيرتشيز. ها هي صافي، ها هي الامور. بالنسبه الى بغيتي تفيريفي الدومين راه ممكن تفيريفي الدومين اللي زيفت، ما بغيتيش راه ما غاتفيريفيش داكشي كامل، وراه ممكن تطلق حملات اعلانيه وبدا يجيك الترافيك ديالك. داكو صافي، وكتكمل السيت اب ديالك. شوفوا مثلا واش عاطينا ليميت ولا لا. لا عاطينا فيه $50، دونك راه $5 كافيه باش انك تطلق الحمله الاعلانيه ديالك. داكو نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالك، نتمنى انه تشوف هاد لا فيديو وتعرف اخويا او اختي كيفاش ممكن انك تفهم شنو هو الاد اكونت بيرسونيل، شنو هو البيزنس مانجر، شنو هو الاد اكونت اللي تابع داك البيزنس مانجر اللي كرييتي، شنو هما لي بيكسل، كيفاش كري بيكسل، كيفاش فيريفي الدومين، كيفاش تشيكي لي بيكسل بيكسل مع بيكسل باش يعطي لك الاختيار فيسبوك في الاد اكونت ديالك. دير لي الاد اسيت، تفيريفي الايميل. يعني دابا راه الا شفتي هاد لا فيديو ما تحتاج حتى شي واحد مازال انه يوريك الطريق باش انك تطلق ديك الحمله الاعلانيه ولا تسيطابي البيزنس مانجر ديالك ولا تطلب شي خدمه ولا شي حاجه. يعني راسك غتمشي غدير هادشي وغتخدم بخير. حاجه واحده اللي كنطلب منك هو انك تدعمنا باللايك والشير وتبارطاجي لا فيديو ديالك، ودير لنا شي كومونتير زوين باش نتموتيفاو ونديرو دي فيديو اخرين بخصوص فيسبوك اس، بخصوص اي معلومه متعلقه بالدومين. كان معكم خالد من فورس ميديا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء.